معنا عبر الهاتف من لحج الصحفي صالح الضالعي. مرحبا بك سيد الضالعي. ما هي الأهمية التي تكتسبها برأيك مدينة الحوطة، وكيف يغير سيطرة المقاومة عليها من المعادلة العسكرية؟ بلا شك مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج، تعتبر منفذ استراتيجي لمحافظة عدن، وتعتبر هي بوابة بعد بوابة العنب، يعني كدفاع يعتبر الخط الثاني بعد بوابة العنب. مدينة الحوطة اليوم شهدت أعنف المعارك بين ميليشيا الحوثي وعلي عبد الله صالح مع المقاومة الشعبية والجيش الوطني المواري للشرعية. طبعا هناك تقدم المقاومة في الحوطة وسيطرة وفرار لميليشيات الحوثي وتسليم للمواطنين وأيضا للمقاومة وقتل كثير جدا. بالنسبة لقاعدة العنب، فعلا ما زالت المقاومة المسنودة بالجيش تنشط قاعدة العنب الجوية وتحاول أن تتقدم باتجاه القاعدة البرية، أي المحور والذي يضم عدة ألوية. نعم، شكرا جزيلا. هناك نعم تفضل أكمل. هناك أيضا معارك في لواء البوز الذي يبعد عن العنب بحوالي 25 كيلومتر، ويبدو أن يعني شهود عين أكدوا لنا بأن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح يعني ينسحبون من اللواء. نعم. إلى الجبال السباب المطلة على اللواء أيضا. نعم، شكرا جزيلا لك من لحج الصحفي صالح الضالعي.